أنا في شافة ما تزدني. بعت رسالة لكل شخص عنده حلم وعنده أمل وبده يوصل لعرب آيدل، ما عمره يتراجع عن حلمه، ما عمره يفكر إنه مش راح يحقق حلمه، يضل يثابر رغم كل التعب، يضل يثابر ويضل مفكر ومآمن إنه هو بيقدر وبيقدر يوصل وبيقدر يعمل إشي كتير حلو. أتمنى إن شاء الله يكون صوتي يفرح الناس، يفرح كل إنسان، كل إنسان جريح، وكل كل هالناس وكل هال، خصوصا عم نمر في أيام صعبة اليوم، فالأيام أنا بتمنى إنه صوتي يكون رسالة سلام.